بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية من قناة عمان الرياضية، جولة متجددة مع عناوين الصحافة تجمعنا بكم عبر برنامج عناوين، والبداية بأبرز عناوين اليوم. مشاركة آسيوية محبطة أخرى، المركز الأخير للأندية العمانية والملام دور المحترفين. اتحاد الهوكي إلى أين المسير؟ استقال الرحبي ومن بعده تقي، والوضع نحو الأسوأ. الصحافة الكويتية تكشف المستور، حكاية إيقاف الرياضة بطبخة معدة من طلال الفهد. اجتماع شرفيو حل الأزمة، 20 مليون من الوليد بن طلال وثلاثة أسابيع لتكتمل العطايا. والإنقاذ العظيم، ساندرلاند خدم نفسه بثلاثية إيفرتون، والماكبايت يسقط إلى الأولى. أهلا بكم، نستهل جولتنا في الصحافة المحلية من صفحات الشبيبة. فكعادته سالم الحبسي، وفي عموده آخر الأسبوع استعرض أبرز الأحداث والقضايا التي تشغل الوسط الرياضي في السلطنة، ليتحدث هذه المرة عن حالة الصراع التي فتحت المجال لرئاسة الاتحاد على مصراعيها بعد أن ازدادت انتخابات اتحاد الكرة سخونة مع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف بإعلان أحد الأسماء البارزة على الساحة الرياضية ترشحه للرئاسة، وسط أحاديث عن ازدياد عدد المتنافسين. تفاصيل ما جاد به الحبسي من خلال هذه القراءة. الثلاثاء، فتح الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي باب الصراع على رئاسة اتحاد الكرة على مصراعيه بعد أن كان أول المعلنين للترشح للانتخابات المقبلة، وهو جانب يحسب له بأنه لم ينتظر الآخرين في الإعلان عن الترشح لسباق الرئاسة، وهذا يعطي دلالات واضحة بأن الرجل يأتي بدون حسابات خاصة ويؤمن بالمنافسة الشريفة مهما كانت نوعها ومن أي شخصية مهما كانت سطوتها على المشهد، حاملا حسب إعلانه الرسمي مشعل التغيير والتحديث بمبدأ الشفافية الكاملة. وهذا الترشح الذي فجر المواقف الهامدة مع صمت مطبق لعيون بدأت تقرأ المشهد عن قرب وعن بعد، ولكن لا تزال القراءة هادئة تحتاج للكثير من التأني الشديد، إلا أن الوهيبي قرر أن يعقلها ويتوكل. الأربعاء، لست متفاجئا من اللوغاريتميات التي قدمها رئيس الاتحاد في ظهوره بالبرنامج الإذاعي، ففي الوقت الذي رفض فيه الرئيس الحديث عن أسماء إعلامية في سياق الأسئلة مع أو ضد، وصف خلافه مع الإعلاميين بأنه سببه مسألة بحث عن صناعة قرار، وهو أمر في غاية الخطورة، خاصة أنه لم يقف أمام محددات ولا أسماء، وهنا المصيبة الأكبر، لأن الاتهام إن جاز ذلك فإنه يلحق جميع الإعلاميين المذنب منهم والبريء في مسألة تفتح جدلا جديدا حول الرئيس الذي يبحث عن صدامات إعلامية ليس إلا، فكان الأجدر بأن يحدد أسماء الإعلاميين حتى يعرف الجميع من هم الإعلاميون الذين يبحثون عن دور صناع القرار، ويبقى أن نطالب بحقنا لمعرفة من اتهمهم الرئيس بدون أدلة وبدون وضوح، وهل كان الاتهام لمجرد صنع زوبعة إعلامية جديدة. الخميس، لم يستطع رئيس الاتحاد خلال السنوات التسع الفائتة أن يثبت شيئا واضحا ضد الإعلاميين. اليوم نقترب من أن نكمل 9 سنوات ولا يزال نسيج القصص حاضرا عند الرئيس، وإلا من يفسر لي اتهامه للإعلاميين بأنهم سعوا لأن يكونوا من صناع القرار؟ في الحقيقة أول مرة أسمع ببهنة جديدة للإعلام، وهي صناعة القرار غير مهنة المتاعب والبحث عن الحقائق. واصل بطل دوري عمان تل للمحترفين لكرة القدم نادي فنجة عروضه الباهتة في كأس الاتحاد الآسيوي بعدما انقاد لهزيمة جديدة أمام المحرق البحريني بهدف دون رد. صحيفة عمان رصدت سقوط ممثل السلطنة في المنامة لتكتب في عنوانها
فنجا يختتم مشاركته الآسيوية في المركز الأخير، حيث خسر فنجا أمام مضيفه المحرق 1-0 أمس الأربعاء على استاد البحرين الوطني في المنامة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس الاتحاد الآسيوي. وسجل هدف المحرق اليتيم السويدي أدمير رافعا رصيد فريقه إلى 16 نقطة متربعا على قمة مجموعته الرابعة، فيما تذيل فنجا قاع الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين وأربع هزائم. نبقى مع أخبار نادي فنجا، حيث أكد سليمان المزروعي مدرب الفريق والذي توج معه بطلا لدوري عمان تل للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه بأنه لن يستمر في قيادة الفريق الفنجاوي وأن مهمته انتهت في تدريب الفريق وسيعود لمنصبه السابق كمدرب لحراس الفريق. الشبيبة التقت المزروعي وخرجت بعنوان على لسانه: لن أستمر على رأس الجهاز الفني في فنجا، حيث أكد سليمان خميس أن هناك مدربا آخر سيقود الفريق في الموسم الكروي الجديد. وقال المزروعي: كانت لدي مهمة مؤقتة مع الفريق الفنجاوي والآن انتهت هذه المهمة ولله الحمد بتحقيق بطولة الدوري للمرة التاسعة في تاريخ فنجا، والآن سأترك المجال للمدرب الجديد وسأعود إلى منصب السابق في الفريق كمدرب للحراس. حاليا لا أفكر في التدريب وأكتفي بالتركيز على منصب مدرب الحراس، ولكن ربما سأفكر في العودة إلى التدريب أو تدريب الفريق العام المقبل. لم يتوقع أغلب المتابعين أن تكون نهاية المارد العرباوي بهذه الحالة في ختام مبارياته بالمجموعة الثالثة ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عندما تلقى خسارة قاسية برباعية نظيفة على أرضه وبين جماهيره في المباراة التي جمعته مع فريق القوة الجوية العراقي في المجمع الرياضي بصور. صحيفة عمان تابعت فعنونت: العروبة يتلقى خسارة قاسية من القوة الجوية برباعية نظيفة، حيث واصل العروبة نتائجه السيئة في البطولة الآسيوية بعدما سقط أمام فريق الجوية العراقي برباعية نظيفة، ويدين القوة الجوية بفضل كبير في الفوز للاعبه حمادي أحمد عبد الله الذي سجل ثلاثية للفريق في الشوط الثاني قبل أن يختتم مؤيد العجان التسجيل بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة 85. وذكرت صحيفة عمان أنه تأكد من جديد بأن دور المحترفين لم يضف للأندية سوى الأعباء المالية وليس التطوير في الجانب الفني بعد خروج الفريقين من هذه البطولة من دور المجموعات قبل حتى الدخول في معترك الأدوار الإقصائية. اتفقت إدارة نادي صحن مع المدرب عبد الناصر المكيس لقيادة الفريق الكروي الأول للموسم القادم على كافة الشروط والطلبات المتعلقة بالعقد بعد أن حقق معه كأس جلالة السلطان لكرة القدم لعام 2016 والنتائج الإيجابية التي حققها مع النادي منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق في الدوري. صحيفة عمان التقت المكيس لتخرج بعنوان على لسانه: اتفقنا على كل شيء وباق لتدريب صحم الموسم القادم، حيث قال المدرب عبد الناصر المكيس: أنهينا كافة البنود والشروط المتعلقة بالعقد لقيادة الفريق الكروي الأول خلال الموسم القادم، وأبدى الطرفان رغبتهما في التعاقد. وأضاف: نظرا للعلاقة الجيدة التي حظيت بها خلال وجودي مع الفريق ورغبتي في قيادة صحم للموسم القادم، سيقوم مجلس إدارة نادي صحم بتوفير كافة الطلبات المتعلقة بالفريق من جميع النواحي والتي من شأنها أن تكون عوامل إيجابية ومساعدة للفريق للنجاح واعتلاء منصات التتويج. واصل حراك سوق الانتقالات للاعبين في أندية المحترفين توهجه خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن بدأت الأندية في الاستعداد مبكرا للموسم القادم وسط معاناة كبيرة من نادي صحار الذي شهد هجرة كبيرة من لاعبيه. تفاصيل أكثر نقرأها لكم من صحيفة الشبيبة. خسر نادي صحار خامس عنصر أساسي في صفوفه برحيل بدر الجابري إلى صفوف صحم رسميا، لتستمر معاناة التماسيح في صيف الانتقالات وسط الإغراءات التي تلاحق لاعبيه من كل صوب، ليعلن خامس لاعب الرحيل عن الفريق والانضمام إلى صفوف فريق صحم بطل الكأس. ونشد مجلس جماهير صحار الجماهير ورجال الإعلام والشيوخ ومحبي النادي في الولاية بالوقفة الصادقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث اجتمعت يوم أمس الأربعاء بمقر النادي
لمناقشة أمور النادي والمشاكل التي تواجه الفريق، أبرزها الفراغ الإداري الذي يمر به التماسيح الصحراوية. وبانضمام الجابري إلى صفوف صحم، فإن بطل الكاس وقع أولى صفقاته مع لاعب منتقل من فريق آخر، فيما جدد عقد أبرز محترف في صفوفه وهو عبد الله دينج، بالإضافة إلى الخبر الذي أسعد الجماهير الصحماوية وهو تجديد عقد المدرب السوري عبد الناصر المكيس لموسم آخر بعد سلسلة من العروض المغرية التي لاحقت المدرب من قبل بعض الأندية في السلطنة وخارجها. ووصل النهضة تعاقداته الجديدة في إطار البحث عن المجد في الموسم الجديد، بعد أن أعلن عن التعاقد مع هداف الدوري التنزاني كيبرا تشيتشي. وتعاقد النهضة أيضا مع لاعب نادي ظفار باسم الرجيبي ليصبح رابع لاعب يتعاقد معه العنيد بعد تشيتشي ومطر الوشاحي وبدر المخمري. في الجانب الآخر، تمسك الخابورة بخدمات لاعبه محمد المطروشي، لكن جماهير الفهون ما زالت تنتظر التجديد لأبرز اللاعبين في الفريق سعيد عبيد وأشهاد عبيد في ظل الإغراءات التي تلاحق اللاعبين من فرق الصفوة في الدوري. ووصل نادي مسقط التمسك بأبرز لاعبيه، وأعلن عن تجديد عقود كل من نواف الوهيبي وعبد المجيد العويسي ليستمر فارس العاصمة في الطريق الصحيح، بعد أن استطاع التمسك بخدمات مدربه المصري شريف الخشاب ومحترفيه السنغاليين ضيوف وعبد القادر فال، وتجديد لنجمه محمد رمضان ليتمسك الفريق بخامس لاعب تألق مع الفريق في الموسم الفائت. وما زالت الجماهير تتساءل حول اللاعب البرازيلي فينيسيوس، أحد أبرز الهدافين في دورينا مع نادي مسقط، والمتابعين في انتظار اللاعب البرازيلي، فهل سيستمر مع فارس العاصمة أم أن هناك عروضا مغرية للاعب تجبره على خوض تجربة أخرى ومع فريق آخر؟ وضعت رابطة دوري المحترفين خارطة شاملة للمسابقات الكروية حتى عام 2024، وذلك بعد موافقة ومباركة الأندية على الخطوات التي قامت بها الرابطة. صحيفة الوطن تناولت الخبر وخرجت بعنوان كتبت فيه: رابطة دوري المحترفين تحدد الاستمارات الخاصة بمشاركة الأندية في المسابقات المحلية بالسلطنة، حيث أصدر الاتحاد الكرة أمس تعميما إلى الأندية حول مسابقات الموسم الرياضي 2016-2017، أرفق فيها استمارة تأكيد المشاركة في المسابقات المحلية للموسم المقبل والتي تشمل 9 مسابقات. وألزمت رابطة دوري المحترفين الأندية بالمشاركة في جميع المسابقات، على أن يتم فرض عقوبات مالية على كل من يتعذر عن المشاركة في أي مسابقة. كما أرسلت الرابطة المعايير الفنية للأجهزة الفنية للمسابقات، حيث أكدت الرابطة أن الموسم المقبل هو آخر موسم للمدربين الذين يحملون الشهادة ألف يتولون تدريب الأندية، واعتبارا من موسم 2017-2018 ستكون شهادة التدريب للمدربين المحترفين فقط. إلى كرة السلة، حيث اختتم فريق كرة السلة بنادي نزوة معسكره التدريبي الخارجي في إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة الخليجية 36 للأندية التي تستضيفها إمارة دبي والتي تنطلق يوم غد الجمعة. صحيفة عمان تابعت تحضيرات أبناء الداخلية للبطولة لتكتب في عنوانها: نزوة يلاقي الأهلي الإماراتي في البطولة الخليجية للسلة بدبي، حيث يدخل نزوة منافسات البطولة بتفاؤل كبير بتحقيق نتائج طيبة، خاصة بعد فترة الإعداد خلال المعسكر الذي شهد خوض 4 مباريات تجريبية مع فرق مختلفة في صربيا تنوعت بين القوية والمتوسطة. وسيلعب نزوة أولى مبارياته في الافتتاح مع الأهلي الإماراتي في مستهل انطلاقة البطولة غدا، بينما يلعب مباراته الثانية يوم الاثنين المقبل أمام الأهلي البحريني، ويختتم مباريات الدور الأول يوم الثلاثاء المقبل أمام الريان القطري الذي سيحدد بموجبه ترتيب المجموعة. وفي عالم الكرة الطائرة، شن صحم هجوما لاذعا على التحكيم واعتبره السبب في انسحاب الفريق،
وعدم تكملة مباراة المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما مع السيب والتي سبقت نهائي درع وزارة الشؤون الرياضية بين صحار والسلام الذي جرى في 8 من الشهر الجاري على صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. صحيفة عمان رصدت حالة الاستياء وخرجت بعنوان قالت فيه: صحم يعترض على التحكيم بدرع الطائرة. حيث وقد بعث مجلس إدارة النادي باحتجاج إلى اتحاد الكرة الطائرة المعني باللعبة، أوضح فيه حجم المعاناة الكبيرة من الأداء التحكيمي الذي صاحب المباراة والذي تعامل معه بالانسحاب وعدم التكملة، وتتجه الأمور لدى إدارة صحم لتصعيد الموقف برمته لاستعادة حق النادي من وجهة نظر إدارته، وفق ما صرح به أيمن بن عبد الله الفارسي أمين الصندوق. لا يزال مسلسل التراشقات والانشقاق داخل أروقة الاتحاد العماني للهوكي مستمرا. صحيفة عمان هذه المرة تناولت استقالة رضا تقي أمين السر العام في اتحاد الهوكي لتخرج بعنوان قالت فيه: استقالة ثانية في اتحاد الهوكي. حيث قدم رضا تقي أمين السر العام في اتحاد الهوكي استقالته شارحا الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار، وبذلك يكون منصب الأمين العام شاغرا في الاتحاد الذي سيعقد اجتماعا في 25 من الشهر الجاري، وسيناقش الاجتماع الحساب الختامي بعد أن أبدت الجمعية العمومية في الاجتماع السابق بعض الملاحظات على التقرير المالي، وذلك في الاجتماع الذي عقد في الشهر الماضي بحضور 21 ناديا من إجمالي 24 نادي، واستمر أكثر من 3 ساعات. وجاءت الأصوات لمصلحة الجمعية العمومية بأكثر من 13 صوتا، وبالتالي تقرر أن يعقد اجتماعا آخر حسب اللائحة. وكان الاجتماع قد شهد أيضا تقديم سيف بن مبارك الرحبي نائب الرئيس استقالته من المجلس. بعد أن كانت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي بهلة قد طرحت موعدا لانعقاد الجمعية العمومية والترشح لإدارة جديدة والذي انتهى أمس الأول ولم يترشح أحدا للإدارة، أبرزت صحيفة عمان حالة العزوف التي يعيشها النادي متسائلة: إلى متى العزوف في إدارة نادي بهلة؟ تفاصيل أكثر نقرأها لكم من صحيفة عمان. ما زال العزوف يطارد نادي بهلة من أجل الترشح لإدارة جديدة ودائمة تدير دفة النادي. وكانت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي قد طرحت موعدا لانعقاد الجمعية العمومية والترشح لإدارة جديدة والذي انتهى أمس الأول ولم يترشح أحد للإدارة، لتضطر اللجنة إعلان تمديد فترة الترشح من أجل إعطاء الفرصة مرة أخرى للتقدم والترشح في مناصب مجلس الإدارة، حيث أن يوم السبت 21 من مايو الجاري آخر موعد للترشح. وكانت اللجنة المؤقتة التي أدارت النادي برئاسة سيف بن راشد شكيلي لمدة ما يقارب عام بعد أن قضت وزارة الشؤون الرياضية ببطلان انتخابات الجمعية العمومية والتي شكلت في يونيو الماضي، بعد أن تأكد أن هناك أشخاصا قاموا بالترشيح ولا يحق لهم الترشح، ليأتي قرار وزارة الشؤون الرياضية ببطلان الانتخابات وخاصة انتخاب منصب الرئيس الذي انحصر بين حمد العوفي ومالك المحروقي، في حين أن المناصب الأخرى كانت بالإجماع لعدم المنافسة فيها، ولكن إدارة النادي قررت بأن تستقيل جماعيا لتحل محلها الإدارة الانتقالية لتدير النادي. وكانت اللجنة قد دعت لعقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، ولكن لم تعقد تلك الجمعية، والسبب يعود إلى عدم اكتمال المناصب الأساسية في الإدارة من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد. ويبدو بأن العزوف في إدارة النادي ستأتي عواقبه في الفريق الكروي والذي استطاع وبصعوبة أن يبقى في دور الدرجة الأولى، وإذا استمر الوضع عليه فإن ذلك سيكون له أثر سلبي إذا ما عجل الفريق في التعاقد مع اللاعبين وجهازين فني وإداري من الممكن أن يحقق النتائج التي تتطلع إليها الجماهير. كشفت وزارة الشؤون الرياضية ظهر أمس عن تفاصيل البرامج الصيفية لعام 2016 والتي تنظمها خلال العطلة الصيفية وتشتمل على 4 برامج متنوعة. صحيفة الشبيبة غطت المؤتمر فعنونت:
وزارة الشؤون الرياضية تعلن عن برامجها الصيفية، حيث أعلنت عن إطلاق الباقة المتنوعة من البرامج الصيفية المتكاملة لهذا العام، وهي برنامج صيف الرياضة، وبرنامج شجع فريقك، وبرنامج شبابي، وبرنامج معسكرات شباب الأندية. وتأتي هذه البرامج في إطار حرص الوزارة المستمر على تكثيف التواصل والحوار المشترك مع الشباب لتنمية وعيهم واستثمار أوقاتهم من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة، بهدف إحداث تنمية في المجتمع وتفعيل دور الأندية الثقافية والاجتماعية، وتحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجله والدور المنوط بها لخدمة الشباب والمجتمع. إلى جولتنا في الصحافة العربية التي نستهلها من المملكة العربية السعودية، فقد رفض أعضاء شرف نادي الهلال في اجتماعهم الهام الذي عقد مساء أمس الأربعاء استقالة الأمير نواف بن سعد من رئاسة النادي. وتعهد أعضاء شرف الهلال خلال الاجتماع بتقديم الدعم المالي الكافي لمساندة الإدارة في عملها. صحيفة الأندية أبرزت الاجتماع وما خرج به، فعنونت حلوها الرجال، حيث صارحت إدارة نادي الهلال أعضاء الشرف الداعمين وجها لوجه بملف الديون والالتزامات المالية التي عليها عبر تقرير موسع بالأرقام رفعته لها، يحوي كل الإشكاليات التي واجهتها على جميع الأصعدة خلال الفترة الماضية. وقد قدم الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي النادي دعما ماليا ب20 مليون ريال سعودي للنادي الهلال، إذ قدم 10 ملايين لخزينة النادي، إضافة إلى تنازله عن السلفة التي تبلغ 10 ملايين ريال سعودي. إلى الكويت، حيث أعلن الشيخ طلال الفهد رئيس اتحاد الكرة في موقف غريب ومبهم أن رفع الإيقاف الخارجي المفروض على الكرة الكويتية لن يحسم فقط من خلال تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي فيفا غدا، بل ستكون كلمة الفصل لاحقا لدى اللجنة الأولمبية الدولية من خلال بت الرفع الشامل للإيقاف عن الرياضة الكويتية. صحيفة السياسة أبرزت ما قاله الفهد لتكتب في عنوانها: الفهد يستنجد بالأولمبية الدولية لإحباط مساعي رفع الإيقاف. حيث نشر اتحاد الكرة بيانا صحفيا أمس لطلال الفهد يؤكد فيه الأخير أن كونغرس الفيفا الذي سيعقد اليوم وغدا في مكسيكو سيتي لن يفصل بشكل نهائي في قضية رفع الإيقاف، علما بأن الملف الكويتي سيطرح للتصويت في البند الرابع. وأوضح الفهد أن رفع الإيقاف يتطلب سرعة معالجة الخلل الذي أدى إلى الإيقاف من أجل الرياضة والرياضيين. نبقى في الكويت، حيث استغرب محرر الشؤون الرياضية في صحيفة القبس تصريحات الفهد لماذا يربط طلال الفهد بين الفيفا والأولمبية الدولية. تفاصيل ما جاد به نقرأها لكم من الصحيفة. بدلا من أن يطلع علينا الشيخ طلال الفهد ببيان يثلق الصدور ويصف في خانة الجهود الفعلية لرفع الإيقاف الظالم عن الكرة الكويتية والذي تسببت فيه اللجنة الأولمبية الكويتية التي يترأسها أيضا بشكواها على الكويت، ونحن أثبتنا بالأدلة والمستندات ذلك، أتحفنا ببيان يحمل اللهجة إياها والإسطوانة التي يرددها بادعائه أن القوانين الرياضية المحلية هي السبب لأنها تتعارض مع النظم الدولية. بل وزاد الموقف غرابة وعدم وضوح بمسألة يشتم منها أنها ربما تمديد للازمة، وهي قوله أن رفع الإيقاف لن يحسم من خلال تصويت كونغرس المكسيك فقط، بل ستكون كلمة الفصل لاحقا لدى اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك لرفع الإيقاف بالشكل الشامل عن الرياضة الكويتية. نحن لا ندري ما الرابط بين إيقاف الفيفا للكرة الكويتية وبين موقف اللجنة الأولمبية الدولية وإيقافها لرياضتنا، فكلتا المؤسستين مستقلة في الرأي والقرارات والنشاط. لا نعرف لماذا أصدر الشيخ طلال هذا الموقف الغريب وغير المبرر، والذي نسمع عن مثيله للمرة الأولى في الوسط الرياضي العالمي، إلا من خلال ظننا بأنه أيقن أن رفع الإيقاف أمر سيتحقق، وبالتالي فأنه سيحاول أن يربط المسألة مع اللجنة الأولمبية الدولية، ربما ليواصل مساومة الحكومة على تعديل القوانين.
كذلك نستغرب عبارة أطلقها الشيخ طلال وهي الرجوع إلى الحق فضيلة، فعن أي فضيلة يتكلم؟ هل هي التراجع عن الشكاوى على قوانيننا مثلا، أم التمسك بها ومناصرتها؟ ونسأل، هل أن مناصرة المنظمات الدولية على قوانيننا صارت أمرا لا يصب في خانة الحق مثلا؟ الشيخ طلال هو ابن هذا البلد ويتوجب عليه أن يناصره ويناصر قوانينه، لا أن يصدر تصريحات تحمل تحذيرات وربما يراها البعض تهديدات، وكذلك بكاء على اللبن المسكوب مثل الشلل التام الذي أصاب الرياضة والكرة الكويتية جراء الإيقاف، ومعطيا مثالا على ذلك وهو خروج الأزرق من تصفية المونديال، وكأن اتحاده ولجنته الأولمبية لم يشتكيا على الكويت وقد أثبتنا ذلك من قبل، وآخرها قبل أيام بكتاب تحريض مرسل من الاتحاد إلى الفيفا قبل أيام. إلى الإمارات، حيث تنطلق مساء اليوم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة بمواجهتين ناريتين. صحيفة الرؤية أبرزت القمتين المرتقبتين لتخرج بعنوان كتبت فيه صراع المربع الذهبي، حيث يلتقي فريقا العين والوصل على ملعب استاد محمد بن زايد في أبو ظبي، فيما يستضيف ملعب استاد خليفة بن زايد في مدينة العين في التوقيت ذاته بمواجهة الجزيرة والشارقة، على أن تستكمل المرحلة بمواجهتين لا تقلان قوة وإثارة غدا، عندما يلتقي الأهلي والشعب مجددا بعد أن قدم مسك ختام بطولة دوري الخليج العربي، في حين يستضيف ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر في مباراة بني ياس والإمارات. في العراق، تشهد مدينة كربلاء اليوم الخميس افتتاح ملعبها الدولي بصورة أولية ضمن أجزاء المدينة الرياضية التي تنفذ من قبل شركات عالمية لحساب وزارة الشباب والرياضة. صحيفة المدى أبرزت الافتتاح المنتظر فعنونت تقول: افتتاح أولي لملعب كربلاء وخطة شاملة لتأمين الحدث. وأوضح وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان في حديث خص به المدى أن الملعب حتى قبل 6 أشهر من هذا التاريخ كان مجرد الحديث عن إكماله ضربا من المستحيل، لكن الإصرار لدى الحكومة المركزية على دعم هذا المشروع ومساندة الحكومة المحلية في كربلاء كان السبب الأكبر لاستجابة الحكومة ودعم المشروع ب10 ملايين دينار كانت كافية لإعادة العمل والمباشرة بمشروع الملعب مجددا. وأشار عبطان إلى أن العمل في الملاعب الأخرى المتوقفة سيتواصل أيضا بالحد الأدنى من الدعم المتوفر ومساندة الحكومات المحلية للمحافظات، مضيفا أن الافتتاح الذي نطمح أن يكون نموذجيا اليوم سيشهد فقرات متعددة تحاكي العالم برسائل واضحة سيبعثها الجمهور. إلى قطر، حيث يعتبر اللاعبان الإسباني سيرجيو غارسيا لاعب نادي الريان والجزائري بغداد بونقاح لاعب نادي السد مفاتيح اللعب للفريقين في مباراة غد الجمعة بالدور نصف النهائي لكأس أمير قطر. صحيفة الوطن أبرزت الصراع المرتقب بين اللاعبين لقيادة فريقيهما للنهائي الحلم، وخرجت بعنوان قالت فيه: غارسيا وبونقاح وجها لوجه. حيث يعتبر الإسباني غارسيا واحدا من أفضل المهاجمين المحترفين المميزين في دورينا خلال هذا الموسم الذي شهد تتويجا رهيب بدرع الدوري. أما من الناحية الثانية، يوجد بونقاح في أفضل أيامه بعد أن ساعد الزعيم في تجاوز عقبة الفهود، وكان اللاعب الجزائري بصمة كبيرة في اللقاء بتسجيله ثنائية حصل بعد اللقاء على جائزة أحسن لاعب عن جدارة واستحقاق، ويعتبر الثنائي بمثابة القلب النابض لفريقيهما، وقدم مستوى فني متميزا في المباريات التي شارك فيها، وإن كانت فترة وجودهما في الملاعب القطرية ليست بالفترة الطويلة. أبقى في قطر، من هما الفريقان الأقرب إلى حلم النهائي الكبير؟ بهذا التساؤل خرجت صحيفة الراية اليوم واصفة الصراع المرتقب بين القمة العسكرية الرابعة التي ستجمع الأخوية بالجيش والكلاسيكو الثالث لهذا الموسم والذي سيجمع الزعيم السداوي بالرهيب الرياني. صحيفة الراية والتفاصيل.
ترتفع سخونة الترقب الكبير بانتظار القمتين الكبيرتين في نصف نهائي أغلى البطولات على كأس سمو الأمير لكرة القدم، حيث اللقاءين الناريين المقررين يوم غد الجمعة على ملعب البطولات استاد جاسم بن حمد بنادي السد، اللذين يحددان طرفي النهائي الكبير الذي سيقام على الملعب نفسه في 20 من هذا الشهر. وليس من شك طبعا في أن الكلاسيكو الثالث لهذا الموسم بين السد وريان يحظى بأعلى درجات الاهتمام الجماهيري، خصوصا أن الفريقين هما الأكثر فوزا بلقب هذه البطولة والأكثر وصولا إلى مباراتها النهائية، فيما تستقطب القمة العسكرية التي تجمع بين الجيش والأخوية كل الأنظار باعتبارها تجمع بين فريقين يتمتعان بكل المؤهلات الفنية التي تؤهلهما لتقديم العرض الذي يرتقي إلى أعلى درجات القوة والإثارة. ومثلما تبدو الفرصة ممكنة أمام المتخصصين بالفوز باللقب، السد والريان لتأكيد أرجحية الحرس القديم لهذه البطولة من خلال إضافة أحدهما للقب آخر في سجله الذهبي مع هذه البطولة، كذلك سيكون بالإمكان أيضا أن نشهد بطلا جديدا لها من خلال أحد القطبين العسكريين الجيش والأخوية، اللذين يبحثان معا عن أول لقب لكل منهما في تاريخ هذه البطولة. ولأن كل من الفرق الأربعة تمتلك الكثير من المؤهلات التي ترجح كل منهما للفوز بهذا اللقب الثمين، فإن التكهنات كلها تبقى مجرد حبر على ورق، لأنها لا تقوى أبدا على إمكانية الجزم بحتمية فوز هذا الفريق أو ذاك، سواء من خلال مباراتي دور نصف النهائي غدا الجمعة أو من خلال المباراة النهائية في الجمعة التي تليها. ولا يخفى طبعا أن نتائج المواجهات المباشرة بين كل فريقين من فرق نصف النهائي تؤشر لحقيقة في غاية الأهمية، وهي التقارب الكبير بينها. وفي كل الأحوال نقول أن لكل فريق من الفرق الأربعة هذه شعاره في هذا الدور المهم والمتقدم من عمر البطولة، ولكل منها هدفه الذي لا يحيد أبدا عن السعي لإنهاء الموسم بالتتويج بأغلى الألقاب، الأمر الذي يجعلنا إزاء مواجهتين سترتقيان بكل تأكيد إلى مصاف المباريات المتميزة والكبيرة والحافلة بكل عناوين القوة والإثارة. وإلى الأردن، حيث يبدو التغيير كسمة بارزة على تشكيلة المنتخب الأردني لكرة القدم التي يعلن عنها اليوم، تأهبا للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند التي تقام مطلع يونيو المقبل وحتى السابع من الشهر ذاته. صحيفة الرأي تناولت التشكيلة المرتقبة للنشامة فعنونت تقول: أسماء جديدة قادمة وغياب لبعض عناصر الخبرة. فبحسب ما ورد إلى الرأي من معلومات، فإن الجهاز الفني بقيادة عبد الله أبو زمع سيعمد إلى إجراء تغييرات جذرية على تشكيلة المنتخب، ومن المرجح أن تخلو التشكيلة من تواجد عامر شفيع وحسن عبد الفتاح وعدد من الأسماء التي ظهرت بشكل دائم مع النشامة خلال الفترة الماضية، سواء من المحليين أو المحترفين، مع دخول أسماء جديدة بهدف البدء بعملية الإحلال والتبديل وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة وبناء منتخب شاب في نهائيات آسيا 2019. وفي مصر، رصدت صحيفة المصرية اليوم نفي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي دخول مسؤولي النادي في مفاوضات لضم المهاجم الغاني أسام واجان، لتخرج الصحيفة بعنوان على لسانه كتبت فيه: كلام فاضي. وقال عبد الحفيظ: لا نفاوض اللاعب ولم يعرض علينا ولا ندرس ضمه، وكل ما يتردد من مفاوضات بين النادي وعدد من اللاعبين يكون وراءه وكلاء لاعبين يسعون للترويج لبضاعتهم. وأضاف: لن نرد على هذا الكلام الفاضي كل شوية، وحاليا مركزين في بطولة الدوري فقط ولا نفاوض أي لاعب. أما في المغرب، فقد وضع موقع أنصار بوردو المغرب من محيط النادي استفتاء بخصوص رغبة المشجعين في عودة اللاعب السابق المغربي مروان الشماخ إلى البيت الأول. صحيفة المنتخب أبرزت الرغبة الجماهيرية القليلة للنادي الفرنسي في استعادة خدمات اللاعب من جديد، لتكتب في عنوانها: 60% من أنصار بوردو يهاجمون الشماخ.
حيث جاءت النتائج ضد رجوع الشماخ إلى بوردو، حيث صوت قرابة 60% ضده معللين رأيهم كون اللاعب متقدم في السن ورحل عن النادي سابقا بطريقة مسيئة له، فيما وقف 40% إلى جانب مروان مطالبين بعودته لخبرته الكبيرة وحبه الشديد لبوردو. وتحوم الشكوك حول مستقبل صاحب 32 سنة في عالم الكرة بعد موسم كارثي وأبيض بسبب الإصابات، إذ سينتهي عقده مع كريستال بالاس في يونيو المقبل، ولا أحد تقدم بعد بعرض لطلب خدماته. إلى جولتنا في الصحافة العالمية التي نبدأها من بريطانيا، فقد عمت الفرحة العارمة استاد ملعب النور معقل نادي ساندرلاند بعدما نجح الفريق في ضمان بقائه في البريمير ليج بفوزه الكبير على ضيفه إيفرتون 3-0. صحيفة التلغراف أبرزت الخبر في عنوان جاء فيه البقاء العظيم، حيث ضمن ساندرلاند بقاءه في الدوري الممتاز بفوزه الكبير على ضيفه إيفرتون 3-0 أمسية الأربعاء على ملعب النور في مباراة مؤجلة من المرحلة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وتألق لامين كوني على نحو ملفت ليضمن ساندرلاند البقاء، وهو ما دفع بمنافسيه نيوكاسل يونايتد النادي العريق ونوريتش سيتي للهبوط لدور الدرجة الأولى. في ألمانيا كشفت صحيفة بيلد أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني بداية من الموسم المقبل منح ماريو غوتزه صانع ألعاب الفريق الضوء الأخضر بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه أنشيلوتي نصح غوتزه بالرحيل. وذكرت بيلد معلومات وصلتنا بأنه حدثت مكالمة هاتفية بين غوتزا وأنشيلوتي. وأضافت الصحيفة أنشيلوتي أخبر غوتزا بأنه يبحث عن أو بأن يبحث عن ناد جديد في حال أراد اللعب بشكل منتظم. واختتمت الصحيفة الخبر قائلة أنشيلوتي أخبر غوتزا بأنه لا يستطيع أن يعده بدور أساسي بالفريق في ظل التشكيلة التي يمتلكها بايرن حاليا. من جانب آخر تسعى العديد من الأندية لضم غوتزا بداية من الصيف المقبل، أبرزها ليفربول الإنجليزي. إلى إسبانيا، فقد أعلنت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من العملاق الإسباني برشلونة عن اقتراب الأخير من استعادة لاعبه الأسبق دينيس سواريز من صفوف نظيره فياريال ليكون التعزيز الأول للنادي الكتالوني في الموسم الجديد، لتكتب في عنوانها دينيس سواريز أول صفقة. وبحسب ما جاء في تقرير الصحيفة الموثوقة، فقد اتفق الناديان على ممارسة البارسا لحقه في إعادة شراء سواريز لاعب فريقه الثاني سابقا والذي لعب الموسمين الأخيرين في صفوف أشبيلية على سبيل الإعارة، ثم فياريال على سبيل الانتقال النهائي مع خيار إعادة الشراء، والذي قام فريق المدرب لويس إنريكي بتفعيله بالفعل بعد متابعة عن قرب للتألق الذي ظهر به مع الغواصات الصفراء في الموسم الجاري، لدرجة أن البلوغرانا كانوا يريدون استعادته في يناير الماضي لولا رفض فياريال لرحيله قبل نهاية الموسم. نهاية جولتنا في صحافة اليوم. وقبل الختام، هذه أيضا نظرة إلى الكاريكاتير والذي اختمناه لكم من صحيفتي الأيام البحرينية والجزيرة السعودية، تعقبه جولة سريعة مع عدسة الصحافة.
مع عناوين صحافة اليوم. حتى نلتقي مجددا، هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل. دمتم دائما في حفظ الله، إلى اللقاء.